طلابنا الأعزاء ننتقل إلى الهدف الثاني من درسنا اليوم وهو حل التمرين الثالث. To do exercise 3 from student book page 19 about text of storytellers. إذا حل التمرين الثالث من كتاب الطالب الصفحة 19. أوكي. حول نص رواد القصص. نعم، السؤال الثالث وهو سؤال سهل طبعا وبسيط جدا. Read the article again. إذا اقرأ المقالة ثانية. Copy and complete these sentences and phrases. انسخ وأكمل هذه العبارات والجمل، هذه الجمل والعبارات. طبعا قبل البدء من أنا قبل البدء في حالة التمرين أريد تنويه لأمر. ممكن يعني أن يأتي هذا التمرين، هذا السؤال املأ الفراغات بعد النصوص، قد يأتي سؤال توصيل في الامتحان الأخير. أوكي، نركز على هذه النقطة، لأن بالدورات الامتحانية السابقة يعني يأتي أو أتى العديد من الجمل يأتي من هذه العبارات. طبعا هنا الهدف، طبعا هنا يوجد هدف من هذا الأمر. أول شيء إنه نحن عم نطبق القاعدة، يعني وتعملوا الكود استطاع و managed to و was able to و were able to، هذه قاعدة للمودل فيربس. تمام، هذا أمر. الأمر الثاني يعني هنا لم يأتوا بجمل جديدة، هذه جمل من النص، فهو أيضا يعني اللي درس النص أيضا رح يعرف يوصل. أوكي، يعرف، نعم يعلم كيف يصل هذه الجمل. لكن ممكن إذا هو سؤال فراغات قبل الامتحان الأخير، لا يوجد سؤال إملاء الفراغات. أوكي، يوجد سؤال توصيل مثلا، وممكن هذا نعم أن يكون الجملة، يعني تكون هذه الجملة مقسومة نصين مثلا، ويتم أو يطلب منا أن نصل جزئي هذه الجملة. يس، الجملة الأولى they entertain their audience. نعم، هذه الجملة مشهورة، هم تمكنوا، أوكي، entertain أن يسلوا جمهورهم. هذه موجودة في أول القصة، في أتوقع في السطر الأول أو في السطر الثاني. ماذا نضع هنا؟ طبعا إما نحط managed to أو was able to أو were able to أو نفي هذه الأفعال المساعدة. يس، كمان تفضل. They could entertain their underground audience. تمام. طيب هلا بالنص هي نعم، بالنص ماذا وردت يا كمال؟ هل وردت could entertain ولا managed to entertain؟ الكتاب الكتاب أمامك يا كمال؟ إيه أستاذ، نعم. طيب طلع بالسطر الثاني من بالكتاب. زي managed to entertain. إذا managed to، برافو. إذا مثل ما موجود بالكتاب، تمام، they managed to. إذا نضع they managed to. إذا نعم، هم تمكنوا entertain the audience. Thank you much. طيب الجملة بعدها، in the past، في الماضي people، الناس easily، بسهولة. هنا بدنا نحط يعني لم يكونوا قادرين على أن يسافروا. yes، لم يكونوا قادرين. yes، أحمد ثابت تفضل. within door weren't able to travel to. okay، أحسن، مو travel to، لا بس لعندي travel، weren't able to travel easily. إذا لم يكونوا قادرين لأن يسافروا بسهولة، weren't able to travel. نعم، thank you much، أحسنت. نعم، جملة ثالثة، sentence 3، most people، معظم الناس، simple stories. بدنا نقول يعني بالجملة الثالثة استطاعوا أن يخبروا القصص البسيطة، هذا أو كانوا قادرين. نعم، were able to tell simple stories. أوكي، تمام يا متصل. then were able to tell simple stories. إذا كانوا قادرين لأن يخبروا القصص البسيطة. الجملة الرابعة، but they، لكنهم، long stories. نتكلم عن الناس وليس عن رواة القصص الآن، لازلنا نتكلم عن الناس بالجملة الرابعة. but they long stories، يعني نقول لم يستطيعوا أن يتذكروا. yes، عدنان. that couldn't remember. برافو، أحسنت. couldn't remember long stories،
لم يستطيعوا أن يتذكروا القصص الطويلة. Thank you. Number five, الجملة الخامسة. In this way, في هذه الطريقة, they dinner, العشاء. يعني في هذه الطريقة هم استطاعوا أن يتناولوا dinner, العشاء. Yes, كمان. They couldn't dinner. استطاعوا تناول العشاء. Could have dinner, yes. نعم. Could have dinner, thank you. أحسنت. إذن they could have dinner. استطاعوا أن يتناول العشاء. Number six, they incredibly long stories and poems. الآن بالجملة السادسة أيضا, نعم الخامسة نتكلم عن الستوري تيلرز. الآن الجملة السادسة, بقية الجمل طبعا الآن نتكلم عن رواة القصص. They incredibly long stories and poems, يعني استطاعوا أن يتذكروا القصص والقصائد الطويلة التي لا تصدق. يس أحمد ثابت تفضل. Called the Dream Bamba. أحسنت برافو. إذا could remember, could remember, استطاعوا أن يتذكروا. هلا بالنسبة للناس لاحظوا بالجملة الرابعة أن couldn't remember, لم يستطيعوا أن يتذكروا. الناس ما لا يستطيعوا أن يتذكروا القصص الطويلة. أما رواة القصص المحترفين could remember, استطاعوا أن يتذكروا. يس. Number seven, الجملة السابعة. In fact they for days, لأيام. يعني بنقول هم استطاعوا أن يتكلموا لأيام. يس. تفضل يا عدنان. يس. In fact were able to talk. Talk. أحسنت. إذن were able to talk for days. They were able to talk for days. هون طبعا معكوسة, بدل were able مكتوب able were. أوكي نعدل. إذن they were able, إذن were able to talk for days. كانوا قادرين أن يتكلموا في أيام. آخر شيء محلولة. They yes managed to do this with only a stick for emphasis. نعم يعني تمكنوا أن يعملوا هذا with only a stick, مع فقط العصا للتأكيد. With only a stick for emphasis. نعم نكون قد أنهينا حل التمرين الثالث من كتاب الطالب. أوكي assessment question, سؤال التقييم. In the past, نعم نختار, اختار الإجابة الصحيحة. Choose the correct answer. In the past, في الماضي, people, الناس, were able to, ولا weren't able to travel easily. نعم ماذا نختار هنا؟ Yes, محمد أحمد. لم يكونوا, weren't able to. أحسنت برافو. Weren't able to. Weren't able to. Thank you, thank you very much. أحسنت.